الشرعيه ليس مربوطه بجميع فيما خص البرلمان. الشرعيه مرتبطه بالسعيد بوحجه. اما فيما خص الحزب سندافع على شرعيه أجمعي كأمين عام لحزب التحرير الوطني. صح. الشرعية بالنسبة للأمين العام لحزب التحرير الوطني عندما زكته اللجنة المركزية فهو الأمين العام الشرعي. ونحن بدورنا سندافع عن الشرعية. أما بخصوص المجلس الشعبي الوطني يجب على الأمين العام لحزب التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني على الأقل ولأول مرة تدافع على الشرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني وإعادته إلى منصبه من بعد أن أبعد من قبل عصابة وأدواتها التي لا زالت تتحرك على مستوى المجلس وحتى على مستوى الحزب. إذا كان هناك جمع الشمل يدور حول المبادئ.